أجد كلمات أعبر بها عن شكري وفرحتي الممزوجة بفخر الانتماء. استمعي، موضوع يثير شهية النقاش وأيضا يثير قلق. محمد زكريا أبو الدهب، أستاذ العلاقات الدولية، جامعة محمد الخامس بالرباط. هذا اللقاء إلى تقديم كتاب أنجزته الأستاذة رومات فاطمة، والمعنون بالعلاقات الدولية والذكاء الاصطناعي. وفي نفس الوقت بطبيعة الحال كما تتبعتم ذلك، كان مناسبة للاحتفاء بمجموعة من الفعاليات وخصوصا النساء بمناسبة عيد المرأة 8 مارس. ففيما يتعلق بهذا الموضوع الذي يتضمنه الكتاب، صراحة هو موضوع الساعة فعلا، لأن من جهة هناك إشكالات مطروحة على مستوى العلاقات الدولية بمجموعة من الفروع: الدبلوماسية، السياسة الخارجية، القانون الدولي العام، القانون الدولي الإنساني، حقوق الإنسان إلى آخره. ما يهمنا في هذا الأمر وهو أولا ما هي الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي على مستويات مختلفة، مثلا الأمن الغذائي فيما يتعلق بالطب إلى آخره، ولكن في نفس الوقت ما هي التهديدات والمخاطر التي يمكن أن تنتج عن عدم استعمال أخلاقي لمثل هذه التقنيات أو التكنولوجيات. فإذا جاء الكتاب كتراكم وكنتيجة لبحوث أجرتها الأستاذة رومات، اللي بالمناسبة ينبغي أن نذكر بأنها أيضا خبيرة لدى اليونسكو في مجال أخلاقيات هذا الذكاء الاصطناعي. ثم من ناحية أخرى يطرح إشكالات على مستوى علم العلاقات الدولية من ناحية المفاهيمية، لأن هناك مفاهيم جديدة، مثلا الديكتاتورية الرقمية، الأمن السيبرياني. هناك أيضا إشكالات مطروحة على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تتحول إلى أداة للتغيير وأداة أيضا لإجراء تغييرات غير محمودة العواقب. فعلى كل حال ما يمكن أن نقوله يعني بعجالة أو بنوع من التلخيص والتركيز، أن الذكاء الاصطناعي اليوم أضحى موضوعا مواطناتيا، لم يعد صراحة محصورا لدى الخبراء والتقنيين في هذا المجال، ولكن لديه تداعيات مواطناتية، وبالتالي فهناك ضرورة دق ناقوس الخطر. كما قالت الأستاذة، هو سلاح ذو حذين، يمكن أن يكون لديه إيجابيات، ولكن ماذا عن أطفالنا عندما يستعملون الهواتف الذكية والألعاب الفيديوهات التي في واقع الأمر إن كانت يعني فيها نوع من التسلية، ولكن في العمق ربما تسلبهم من الحق في القراءة والتعلم، وقد يؤدي ذلك إلى ما لا يحمد عقباه، خصوصا عندما نتحدث عن الروبوتات لغوبو المدمرة التي يمكن أن يكون لها نوع من الاستقلال في التفكير، وهذا هو العمق ديال النقاش، وأن تستعمل بعض الأسلحة المدمرة الخطيرة. فيمكن أن تتصوروا مثلا إذا كانت هناك انفلات من أجل استعمال ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل بسبب الذكاء الاصطناعي الغير المتمكن منه، فيمكن لربما أن نتصور سيناريوهات جد سلبية. فهذا الكتاب كان مناسبة للتحسيس ولتنبيه الحاضرين ومن لم يحضر بضرورة الانخراط في عملية التفكير في ما سيؤول إليه الأمر نتيجة استخدام مفرط وغير متحكم فيه لهذه التكنولوجيات الحديثة. إذن بداية أتوجه بالشكر لكل المنابر الإعلامية الحاضرة معنا في هذا اللقاء الذي تنظمه مؤسسة الأعمال الاجتماعية فرع مراكش، مشكورة على هذه المبادرة، مبادرة أعتبرها احتفاء ليس فقط باليوم العالمي للمرأة، ولكن هو احتفاء أيضا يعني إنجازات وعطاءات هذه المدينة مراكش الحمراء التي يعني تميزت عبر التاريخ بعطاءاتها في المجال العلمي والمجال الفكري والثقافي. اليوم موضوع اللقاء هو العلاقات الدولية والذكاء الاصطناعي، والموضوع هو ذو راهنية يعني كبيرة، لا سيما مع كل ما يحدث الآن في الساحة الدولية ومع كل التحديات التي يطرحها النظام العالمي الجديد الذي بدأت ملامحه تظهر لكافة يعني الأفراد، ولا سيما أن التفاعلات على المستوى الدولي بين الفاعلين على المستوى الدولي هي يتأثر بها أيضا المواطن يعني في حياته اليومية داخل كل بلد. مرة أخرى الشكر لكم كمنابر إعلامية والشكر للجهة المنظمة.